الربط السككي بين العراق ودول الجوار، الحديث عنه ما زال يثير غضب الشارع هنا، لأنه يعتقد في هذا المشروع سيقصي الموانئ العراقية من خارطة المنافسة البحرية. هنا في البصرة ينظم هؤلاء النشطاء وقفة لرفض الربط السككي مع دول الجوار، كما يدعون إلى إكمال مشروع ميناء الفاو الكبير. نعم مشروع الفاو، نعم مشروع الفاو، نعم مشروع الفاو، نعم مشروع الفاو. احنا وقفتنا هنا حول موضوعين مهمين. أول موضوع هو رفض الربط السككي مع دول الجوار. بالنسبة أن نرفض أي ربط سككي يضر بميناء الفاو، لأن عندنا الموضوع الآخر هو إكمال ميناء الفاو. إحنا نعتبر إكمال ميناء الفاو هو البديل الآخر عن تصدير النفط. بدورها تؤكد شركة العامة لسكك الحديد أن موضوع الربط السككي مع إيران والكويت غير مطروح في الوقت الحاضر، والملف برمته يخضع إلى قرار سيادي يصدر من مجلسي الوزراء والنواب. من المعيب أن تناقش الحكومة مع دولة أخرى هذا الموضوع، لأنه يضر باقتصاد البلد. إضافة إلى جنب أخرى، الجنب الأخرى تتعلق بميناء الفاو. ميناء الفاو في حال الإصرار على موضوع الربط السككي سوف يتم عرقلة هذا الميناء الذي يوفر 400 ألف فرصة وظيفية لكل أبناء الشعب العراقي. وتنفي الشركة أيضا وجود اتفاقية مع الكويت للربط السككي، أما مع الجانب الإيراني فتوجد مذكرة تفاهم وقعت خلال فترة الحكومة السابقة لكنها لم تفعل. ولم تمنع هذه التصريحات الشارع من الاحتجاج والاستمرار بالمطالبة بإلغاء مشروع الربط السككي وإنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير. باكر النفط يخلص، العراق ايش ياكل؟ البصرة ايش تاكل؟ يعني هذا ينضب ذهب لمئات السنين، ميناء الفاو راح ينقتل. في المقابل يرى مسؤولون أن الربط السككي مع دول الجوار سيعود بمكاسب اقتصادية وسياسية على البلاد. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة.